بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، نبدأ محاضرتنا اليوم وهي المحاضرة الثانية لموضوع Distillation بجزئها الأول. موضوعنا اليوم هو موضوع اللي هو Continuous Multistage Fractionation of Binary Mixture، اللي هو موضوع أبراج التقطير التي تكون بنوع المستمر، أي مو نوع الباتش مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة، حيث تعتبر هذه الأنواع من أنواع أبراج التقطير من أهم نوع، حيث معظم العمليات الصناعية في الهندسة الكيميائية تستخدم هذا النوع من أبراج التقطير. مثل ما عرفنا سابقا، برج التقطير كما موضح لكم هنا هو عبارة عن برج أسطواني الشكل، حيث أن الفيد اللي موجود في منتصف البرج اللي هو هذا هو يدخل إلى برج التقطير، سواء كان في المنتصف أو أعلى قليلا أو أسفل قليلا. هذا هو مكان دخول الفيد إلى برج التقطير. عادة الفيد يتكون مثل ما أخذنا سابقا أما من مادتين اللي يدعى بالباينري سيستم، أو يتكون من أكثر من مادتين، ثلاثة فما فوق اللي هو مالتي كومبوننت سيستم. إحنا مبدأ العمل كبرج التقطير بصورة عامة وبصورة معظم استخدامات أبراج التقطير هي عملية الفصل، فصل مادة من خليط من المواد. لو كان هنا عندنا الفيد اللي يدخل لنفرض متكون من مادتين A و B، هاي المادتين احنا نريد نفصل المادة A من الخليط، نفصل المادة A من الخليط اللي هو تكون من مادة A و B، اذا المادة A نفصلها من المادة B. فعادة المادة A هي اللي هي مادة تكون عالية التطاير، more volatile component، اقصد بها هنا بانه عالية التطاير، بانه هي المادة اللي تكون درجة غليانها اقل من درجة غليان المادة B هي المادة الثانية، وبالتالي فما راح نحتاج درجة حرارة معينة، هاي درجة الحرارة توفر لنا نسبة عالية من تبخر المادة A قبل ما تتبخر المادة B. فهنا المادة A والمادة B اللي هو يكون على شكل خليط اللي هو الفيد راح يدخل إلى التقطير، راح يدخل إلى أبراج التقطير، وعادة من يدخل احنا مثل ما نعرف أما يكون الخليط كله سائل، الطور مالته سائل، او يكون هو عباره عن بخار، او يكون عباره عن خليط من سائل وبخار. لنفرض هنا بانه السائل اللي يدخل لنا هو عباره، الخليط اللي يدخل هو عباره عن سائل، كله سائل، فالماده A والماده B هو سائل، فما راح يدخل الى ابراج التقطير بهذا الشكل، فمندخل هنا فراح يبدي ينزل الى الاسفل لانه سائل. راح يلاحظ بانه وجود درجة حرارة معينة اللي هي درجة تقريبا درجة حرارة غليان المادة A، وبالتالي راح تبدي المادة A بالصعود الى تتبخر من السائل الى الغاز. من تبخرت الى السائل من السائل الى الغاز، فمعناته هذا الغاز اللي راح يبدي يصعد الى الاعلى، راح يبدي يصعد الى الاعلى، هو عبارة عن شنو؟ معظم هذا الفيبر، معظم هذا البخار اللي تحول من السائل هو عبارة عن مادة، هذا البخار غني بالمادة A، يكون غني بالمادة A لأنه المادة A هي درجة غليانها تقريبا نفس درجة غليان في داخل هذا برج التقطير، وبالتالي راح يتبخر من سائل إلى بخار، وبالتالي راح تبدي تصعد إلى الأعلى، راح يبدي يصعد المادة A المتبخرة إلى الأعلى. هنا بدأت تصعد، إذا هذا الدا يصعد هنا إلى الأعلى هو شنو؟ هو بخار يكون غني بالمادة A، وأيضا يوجد نسبة قليلة منه أيضا تبخرت من المادة B. فيوصل إلى أعلى البرج، من يوصل إلى أعلى البرج راح يخرج إلى أعلى البرج، يخرج على شكل بخار. كمية البخار الخارجة هي في واحد، نسبة المادة A في هذا البخار هي Y1،
والإنثالبي مالته HV1. أنا المادة أي اللي تبخرت وخرجت من أعلى برج التقدير هي المادة اللي أنا أريد أستفاد من عندها مستقبلا. فأي مادة أنا أريد أستفاد من عندها مستقبلا يعني ما أقدر أستفاد منها في حالة إذا كان عندي في حالة بخار، فلازم أحولها إلى شنو؟ أحولها إلى سائل. فأسحب هذا البخار إلى مبادل حراري، هذا هو المبادل الحراري، أحول البخار إلى سائل، معناته راح يصير عندي فقدان بدرجة الحرارة، وبالتالي تحول البخار إلى سائل ونخزنه بهذا الخزان. نرجع بعدين نستخدمه إلى أي مكان إحنا نريده، ولكن جزء قليل من عنده راح نسحبه، جزء قليل نسحبه ونرجعه إلى برج التقطير، نرجعه من أعلى برج التقطير. هذا الجزء كميته هي L نوت، نسبة المادة أي بهذا الخليط هي X نوت، والإنثالبي هي HL نوت لأنه هو يكون HL أفصل به إنثالبي اللي هو يكون على شكل سائل. هذا السائل راح ندخله إلى برج التقطير، يرجع ينزل لأنه سائل. عند نزوله إيش راح يصير عندنا؟ عند نزوله راح يصير عندنا عملية تلاصق بينه وبين البخار اللي راح يصعد، وبالتالي ايضا راح يزيد لنا من كفاءة الجهاز، ايضا راح يزيد من كفاءة الجهاز، راح يصير عندنا عملية تلاصق بين السائل والغاز وعملية التبادل الحراري وتكثيف وتبخير، وبالتالي حيزيد من كفاءة الجهاز. عملية الفصل، هاي كفاءة الجهاز عملية الفصل مثل ما قلنا سابقا، لانه احنا ايش عندنا في داخل البرج؟ عندنا في داخل البرج عندنا عبارة عن شنو؟ تري، اسطوانات. هاي الاسطوانات هي المسؤولة تقريبا على عملية الفصل، لان راح يصير بها عملية على سطحها، راح يصير بها عملية التلاصق بين السائل والبخار، ويزيد من المساحة السطحية لعملية التلاصق، وبالتالي يزيد من كفاءة الجهاز في عملية الفصل. فائدة السائل اللي ينزل من اسفل من اعلى الجهاز ويكون تلاصق مع البخار اللي يصعد مع اعلى من يصعد الى اعلى الجهاز، هاي يعني عمليه التلاصق حيصير بين السائل والغاز والبخار، حيزيد لنا من كفاءه الجهاز، وبالتالي راح يقلل لنا من عدد الصواني اللي نحتاجه في داخل الجهاز، وهاي كل طبعا كلفه تفيدنا في عمليه تصميم ابراج التقطير. هذا هو البخار اللي راح يصعد. اذا احنا من راح يصعد بخار الى على الجهاز راح نحتاج الى مبادل حراري كوندنسر، راح يسوي عندنا عمليه تحويل البخار الصاعد الى شنو؟ الى سائل. هذا هو مثل ما قلنا البخار. نجي على السائل. السائل اللي ينزل هنا، طبعا احنا مو كل السائل راح يلحق بانه يتحول الى بخار، وأيضا هو مو كل السائل يحتوي على المادة أي اللي هي درجة غليانها هي نفس درجة الغليان الموجودة في داخل برج التقطير وفي تتحول كل المادة. لا، السائل اللي ينزل هو خليط من المادة أي اللي تتبخر وتصعد، وأيضا من المادة بي اللي هي درجة غليانها أعلى من المادة أي وبالتالي تحتاج إلى حرارة أكثر، وبالتالي نسبة تبخرها تكون أقل. إذا السائل اللي ينزل إلى أسفل الجهاز هو يكون سائل غني بالمادة القليلة التطاير، يكون غني بالمادة قليلة التطاير. هذا السائل راح اللي ما يلحق يتبخر راح يطلع من أسفل الجهاز، فالمادة دا تطلع من أسفل الجهاز اللي هي كميتها W، هاي المادة هي تكون غنية بالمادة الأقل تطايرية اللي هي المادة B، وجزء قليل من المادة العالية التطايرية. فالW هي كمية السائل اللي هو أو الخليط اللي هو ما تبخر، راح يطلع من أسفل الجهاز ويكون على شكل سائل. نسبة المادة A، نسبة المادة A اللي هي عالية التطاير اللي ما لحقت تتبخر، نسبتها في هاي الكمية W هي XW. إذا الـ XW هي نسبة المادة A العالية التطاير في الجزء السائل اللي راح يخرج من أسفل الجهاز. بما انه احنا دا نحشي على سائل دا يطلع من اسفل الجهاز، فالانثالبي مالته HW او HLW. هذا من راح يطلع من اسفل الجهاز
طبعا ما نستفاد من عنده، لان انا ما اريد الماده بي، او احتمال اصلا انا اريد الماده بي، بس يعني هم ايضا ناخذها الى اذا نعتبره كمنتج فناخذها الى اي عمليه اريدها، او الماده هي نستفادها كبرودكت نهائي. ايضا جزء من عندها، جزء من هاي الماده راح ناخذها مثل ما اخذنا بالاعلى جزء من السائل ورجعناه الى برج التفطير من اعلى الجهاز، ايضا جزء من هذا السائل مو كله راح يروح، مو كله راح يروح هنا، لا جزء من عنده راح نفوته الى ريبويلر، الى مبادل الحراري، راح يحول السائل جزء من عنده جزء قليل يحوله الى بخار. وين يرجع هذا البخار؟ يرجع مرة ثانية الى برج التخطير. ايضا هذا الجزء البخار اللي تحول من السائل اللي من اسفل الجهاز وتحول الى بخار راح ندخله الى برج التخطير. من دخله الى برج التخطير راح يبدي يصعد، من يبدي يصعد فبمسار صعوده راح يلاقي السائل اللي ينزل، فايضا حيكون عندنا عمليه تلاصق بين السائل والبخار، ايضا راح يزيد من مساحه التلاصق ومساحه عمليه الانتقال بين الليكويد والفيبر ويزيد من كفاءه الجهاز. ها هي مبدا عمل برج التخطير. برج التخطير من مكان الفيد اللي يدخل، من مكان الفيد اللي يدخل، سواء كان الفيد بالمنتصف او بالاعلى او بالاسفل، فمكان باي مكان، فمعناته من نلاحظ بانه مكان الفيد اللي يدخل هنا بالمنتصف تقريبا راح يقسم برج التخطير الى قسمين. نلاحظ بانه راح يقسمه الى قسمين. القسم العلوي من برج التخطير اللي يحتوي على بخار، وهذا البخار غني بالمادة العالية التطاير، يدعى بالrectifying section، يدعى بالrectifying section أو enriching section، اللي هو أقصد به هنا هو الجزء اللي يحتوي على المادة العالية التطاير، المادة العالية التطاير. أما الجزء السفلي من مكان عملية دخول الفيد اللي هو هذا يدعى بالstripping section. Stripping section. هنا أقصد بالstripping section هي عملية انتزاع اللي هو المادة أي من السائل اللي يدخل وتحوله إلى بخار. Stripping section هي عملية انتزاع اللي هو مادة أي العالية التطاير الموجودة بالسائل اللي ينزل للأسفل ويتحوله إلى بخار. إذا بكل الأحوال طلاب، بأي مكان يفوت بالفيد إلى برج التخطير راح ينقسم برج التخطير إلى قسمين، قسم الأعلى اللي هو يدعى بالrectifying section والجزء السفلي يدعى بالstripping section. عادة الفيد من دا يدخل، أوكي طلاب، الفيد من دا يدخل إلى برج التخطير، الفيد اللي يدخل من برج التخطير راح يدخل راح يلاقي صينية تري تدعى بالفيد تري، تدعى شنو؟ بالفيد تري. إذا الصينية اللي تجي مباشرة بعد دخول الفيد تدعى بالفيد تري، تدعى بالفيد تري. من نجي على الصواني، كعدد صواني طلاب تحسب الصواني طلاب من الأعلى، دائما أنا من أريد أحسب عدد الصواني أحسبها من الأعلى، يعني أول صينية طلاب، أول صينية موجودة بالأعلى لنفرض تكون هذا بالأعلى، بتكون هذا ويجي عليها الليكويد اللي هو داخل من الكوندنسر، وطبعا هذا الليكويد نسيت أقول له يدعى بالرفلكس ريشيو، الليكويد الداخل يدعى بالرفلكس، يرمزوا له حرف R. فهذا الليكويد الداخل من أعلى الجهاز، فأول صينية راح يوقع مثل ما نقول عليها هي عددها رقم واحد يسموها. فإذا نبدي عد الصواني من أول صينية موجودة بالأعلى، تيجي وراها إذا جاء أكو صينية هاي رقم اثنين، تيجي وراها رقم ثلاثة، تيجي وراها رقم أربعة، هاي هيجي إلى آخر صينية اللي هي N capital أو هي آخر صينية موجودة بالأسفل. إذا عدد الصواني يبدي العد مالتها من أعلى البرج التخطير. هاي واحد. يعني هنا لنفرض هنا الموجود N، هاي الصينية لنفرض هي فرضا هاي الصينية اللي هي هاي N لنفرضها. الصينية اللي وراها شنو هي؟ معناتها N زائد واحد، واللي وراها N زائد اثنين.
إلى أن نوصل عدد الصواني الموجودة في جزء الركتيفاين جزء العلوي هي N، وراها اللي هي تدعى بالفيد تري. من الصينية الفيد تري يعني أسفل الوراها تبدأ الصواني من الفيد تري، راح يبدي عد الصواني مع ركتيفاين جزء العفو ستريبينج. ورا صينية الفيد تري راح يبدي عدد صواني ستريبينج سكشن M، وراها شي يصير M زائد واحد M زائد اثنين. بس كمجموعها من أريد أبدي أعد، أنا أستمر بالعد، يعني إذا أبدي من الأعلى 1 2 3 4 5 6 إلى أن أوصل بالأخير إلى آخر صينية اللي هي شوف إيش قد يجوز 15 صينية. بس فلهذا كمبدأ بأنه الأبراج التقطير تقسم إلى قسمين نتيجة وجود الفيد اللي يدخل من منتصف أو أعلى بقليل أو أسفل بقليل لبرج التقطير، راح يفصلها إلى منطقتين. المنطقة العلوية تدعى بالركتيفاينج سكشن، المنطقة السفلى تدعى بالستريبينج سكشن. عدد الصواني يبدأ العد مالتها من الأعلى إلى نهاية آخر صينية موجودة في أسفل برج التقطير. عادة أول صينية راح يستلم الفيد الداخل إلى برج التقطير، أول صينية من راح يستلمه هاي الصينية، تدعى هاي الصينية احنا نسميها ضمنيا بالفيد تري. هذا اللي شرحته تقريبا معظم، وين راح نلقاه بالسلايد اللي راح يجينا ورا هذا السلايد. هذا السلايد طلاب هو اللي شرحته تقريبا مفصل موجود هنا. نكمل. يقول هنا in the section of the column above the feed point the concentration of the more volatile component is larger than that in the feed. يعني هنا دي يقول لنا بأنه في حالة اللي هو الفيد اللي دي يدخل، المنطقة الموجودة بالأعلى هي تحتوي على المادة اللي هي أكثر شيء بها هي المادة المور فولاتايل كومبوننت، المادة العالية التطاير. هذا يعني بأنه البخار هو يكون غني بالمادة. أما سائل الدي يدخل للعفو وفالركتيفاين، فيدعى هذه المنطقة بالركتيفاينج سكشن. أما المنطقة بالأسفل اللي هي أسفل مثل ما قلنا صينية الفيد، المور فولاتايل كومبوننت المادة العالية التطاير، هي تنتزع أو تتحول من السائل، يعني راح ناخذها من السائل مثل ما قلنا سابقا، ما قلت من السائل وتتحول الى بخار. هاي المنطقه تدعى مثل ما قلت لكم بالستريبينج سكشن. المتغيرات اللي احنا لازم نراعيها عند تصميم اي جهاز للديستليشن، لازم شنو نراعيها، شنو المتغيرات اللي نراعيها. اول شيء الفلورايت. الفلورايت ما شنو؟ الدخول مال الفيد والخروج من الأعلى اللي هي يسموه بالديستيليت، والأسفل يسمى المتبقي يسموه بالويست أو الريزجي. وهو لازم كل فلورايت الداخل والخارج، عندي تو فلورايت والداخل قلنا فلورايت واحد هو الفيد والخارج تو فلورايت، واحد بالأعلى وواحد بالأسفل. كل واحد المفروض نعرف الكومبوزيشن مال المركبات اللي هي يحتوي هذا الخليط اللي ده يخرج من الأعلى أو من الأسفل. عندنا required degree of separation اللي هي درجة الفصل اللي راح نحتاجها. عندنا reflex ratio اللي أقصد بها ال R اللي هي كمية السائل اللي راح يدخل إلى distillation، والظروف هذا السائل يكون يعني ظروفه من جميع النواحي. البارامتر لازم ايضا لازم نعرفه اللي هي operating pressure and the global pressure drop occurs the column. انا اقصد بيه اللي هو الضغط التشغيلي والضغط المسموح لتخلخل الضغط، او اللي هو يصير عندنا pressure drop الانخفاض بالضغط خلال العمود. اخر بارامتر اللي هو trade type اللي هو نوع الصواني الموجودة في داخل برج التقطير، بالإضافة إلى سمك جدار برج التقطير.
هذه الباراميتر لازم نراعيها عند تصميم اي برج تقطير. هذا ان شاء الله تستفادون من عندها بالمرحله الرابعه في مشروع التخرج. طلاب، الان راح ناخذ موازنات الماده والطاقه اللي هي تكون على شكل معادلات اللي راح تحدث على برج التقطير، سواء كانت في خارج برج التقطير او في داخل ابراج التقطير. فهي منين متكونه؟ راح ناخذ مناطق عشوائيه ومهمه عاده تحدث عليها، فشلون راح نجري عليها عمليه الاوفر اول ماتيريال بالانس، الكومبوننت ماتيريال بالانس، والانرجي ماتيريال بالانس. فشرحنا راح ناخذ المناطق، راح تقريبا راح نقسم المناطق الى البرج التقطير الى اربع مناطق مهمه شلون نجري عليها. اول منطقه، بس قبل ما نبدي باول منطقه وبالمناطق راح ناخذ فد جزء مهم اللي ريفلكس ريشيو اللي حكينا عليه، اللي هو جزء البخار اللي دا يطلع من اعلى البرج مثل دا اشرهان هنا، راح يروح الى كوندنسر، يتحول هذا البخار الى سائل، وهذا السائل يجمع في خزان، وبعد ذلك نوديه اللي انا احتاجه، سواء كان برودكت نهائي او سواء كان ناتج نستفاد من عنده في اي عمليه صناعيه اخرى. بس احنا هذا الناتج النهائي من السائل مثل ما قلنا سابقا ما راح ناخذه كله، راح ناخذ جزء قليل من عنده الرجعة الى برج التقطير، هذا يدعى بالرفلكس ريشيو. طلاب، راح ناخذ الرفلكس ريشيو اول مره نعرفه هو شنو الرفلكس ريشيو. الرفلكس ريشيو يعرف مثل ما موجود هنا طلاب، اللي هو R يساوي شنو؟ L over D، L not over D. اذا الR يساوي يساوي L over D. هذا ال L over D، هذا شنو ال L اللي هو L او L not نفس الشيء طلاب. هذا هو الرفلكس ريشيو ال R. ال L شنو؟ ال L هي كمية السائل اللي راح يرجع إلى برج التقطير، وهو جزء قلنا جزء معين من ال D. ال D هو شنو؟ اللي مثل ما أشر راح أشر عليه بالرسم، اللي هو هذا ال D اللي هو الكمية الناتجة النهائية اللي هي راح تقطر، اللي قطرناها وحولناها من البخار سويناها إلى سائل. هذا الدي هو اختصار لكلمة distill، distilled اللي هو أقصد به المتقطر. فإذا معناتها ال هو جزء والدي هو الكل، فمعناتها عادة الرفلكس ريشيو هو شنو؟ هو جزء على كل. فقانونه هو R يساوي L not over D، فكمية السائل اللي راح يرجع إلى برج التقطير هو عبارة عن R في D، وهذا ما حصلناه بالمعادلة رقم واحد. إذا المعادلة رقم واحد تعطينا كمية السائل اللي راح يرجع إلى برج التقطير. هاي أول معلومة حصلناها. راح نبدي هسه نشتغل على المناطق مثل ما قلنا. أول منطقة راح نشتغل عليها هي اللي هي تدعى بالانفلوب 1، اللي هو حسب الرسم الموجود هنا هي اللي راح تحصر الكوندنسر مع الرفلكس، تحصر الكوندنسر مع الرفلكس، يعني هاي المنطقة، هاي المنطقة هي راح ناخذها أول منطقة نشتغل عليها ماتيريال بالانس وانرجي بالانس. الماتيريال بالانس بفقرتين اللي هي الاوفر اول ماتيريال بالانس والكومبوننت ماتيريال بالانس. لاحظ هاي المنطقة شنو بيها؟ أنا أريد إن وأوت. الإن هو دي يدخل عليها الفيبر دي يطلع من أعلى الجهاز، والأوت هو عبارة عن الديستلت اللي هو الدي، وأيضا عندنا أوت ثاني اللي هو ال L اللي هو دي يخرج من هاي المنطقة ودي يدخل إلى برج التقطير مرة ثانية. إذا من أريد أسوي أوفر أول ماتيريال بالانس، الان مالته هو شنو؟ في واحد يساوي الاوت مالته هو شنو؟ ال L not زائدا ال D. فاذا هذه المعادله هي معادله حصلناها من المنطقه فقط اللي هي متكونه من الرفلكس والكوندنسر. هذا اللي حصلناه.
زين احنا اخذنا سابقا بالمعادلة رقم واحد ال L not هو شي يساوي لنا يساوي لنا D في R، فعوضنا على ال L not D في R زائدا ال D اللي موجود بالمعادلة. فكمية البخار اللي تطلع من اعلى البرج هي عبارة عن distilled مضروب في R زائد واحد، distilled مضروب في reflex زائد واحد. فحصلنا من هاي المنطقة نقدر نحصل من التوتال ماتيريال بالانس معادلة رقم 2 اللي هي كمية البخار اللي يطلع من اعلى البرج. اوكي نجي من نفس المعادلة الاوفرول الاصلية اللي اشتغلنا عليها، من الاوفرول اللي اشتغلنا عليها هاي المعادلة هشتغل عليها كومبوننت ماتيريال بالانس. كومبوننت معناته شنو اقصد بالكومبوننت؟ اضرب كل كمية في نسبة المادة اللي انا اريد اقطرها. نجي على ال N اللي هو V1 اضربها في كمية المادة المتقطرة، كمية المادة A الغنية بما انه هو بخار فاضربها في النسبة مالته Y. نجي على ال L، ال L بما انه هو سائل اضربها في كمية المادة المتقطرة اللي انا متقطرت بما انه هو سائل فاضربها في X لانه هو نسب الكمية هي سائلة. اجي على الدي، الدي بما انه هو سائل فايضا اضربه في اكس، بس الاكس نوت هنا يختلف عن الاكس دي، هاي خلوها ببالكم. احصل على معادله رقم 3. من اريد اشتغل طلاب هسه على الانرجي بالانس ايضا ارجع شنو؟ ارجع على الاوفر اول ماتيريال بالانس او التوتال ماتيريال بالانس بما انه هو انرجي معناتها كل كميه اضربها في الانثالبي مالتها. بما انه الان مالتي في واحد هي هو بخار فاضربها في الانثالبي مال البخار اتش في واحد يساوي الاوت. الاوت عندي كميتين قلنا، الكميه الاولى هي ال نوت والكميه الثانيه هي دي. الكميه الاولى ال نوت هو سائل والدي ايضا هو سائل فاثنين اضربهم في الاتش كسائل، فال L اضربها في ال HL نوت للانثالبي مال الرفلكس، كمية الرفلكس راح يرجع زائدا ال D في الانثالبي مال الديستيلت اللي انا حصلته. هذا ال Out. زائدا بما انه انا دا اشتغل انرجي بالانس، يعني انا عندي في اذا كان عندي حرارة داخلة للسيستم مالتي للنظام او حرارة خارجة للنظام لازم اكو Q احتمال. فهنا بما انه انا عندي كوندنسر وهذا الكوندنسر يعمل على تحويل البخار الى سائل، اذا معناتها انا عندي فقدان بدرجة الحرارة، معناتها عندي كيو خارجة. الكيو خارجة وين اخليها؟ فكيو خارجة اخليها بالاوت ويدعى بلك زائدا اخلي ترم جديد بالانرجي بالانس كيو سي اللي هي معناتها كمية الحرارة اللي راح تخرج نتيجة تحول البخار الى سائل. حصلنا على معادلة رقم 4. من معادلة رقم 2 ومعادلة رقم 4 ايش راح اسوي؟ استفاد من معادلة رقم 2 لكمية البخار، وين اجيب هاي الكمية اللي هي دي مضروبة في الار زائد 1، وين اعوضها؟ اعوضها بمعادلة رقم 4 هنا بهاي الفي، راح تصبح عندي هاي المعادلة. هاي المعادلة ورا ما عوضت معادلة رقم 2 في معادلة رقم 4 راح احصل معادلة ارتبها لايجاد شنو؟ كمية الحرارة اللي راح افقدها نتيجة عملية تحول البخار الى سائل. فمعادلة رقم 5 راح تحسب لنا كوندنسر هيت لود ايكويشن اللي هي قيمة الكيو سي اللي أنا أحتاجها لعملية التحول البخار إلى سائل، وين موجود؟ في أعلى برج التقطير. هاي وين أحصل هاي المعادلة؟ عندما نأخذ منطقة فقط الرفلكس مع الكوندنسر. هاي أول منطقة مهمة حصلنا من عندها معادلة لحساب الحرارة. نجي على المنطقة رقم 2. المنطقة رقم 2 ايش راح تجمع لنا؟ ايش راح تحوط لنا؟ المنطقة رقم 2 حسب التأشيرات الموجودة على الرسم
اللي هي هاي المنطقة رقم 2، هاي بدي أأشرها. ألاحظ هاي المنطقة إيش تحتوي؟ تحتوي على المنطقة اللي اشتغلتها آني، اللي هي الكوندنسر والرفلكس ريشيو في داخلها، وتحتوي على جزء طلاب، على جزء من منطقة الركتيفاينج. احنا منطقة الركتيفاينج تنتهي عند الفيد، بس احنا ما اخذناها كلها، على جزء من عندها، لان احتمال اكو صواني هي تدخل ضمن هاي المنطقة راح اشتغل عليها، واكو صواني خارج المنطقة لين اوصل الى الفيد تري. اذا ما راح اخذ كل الركتيفاينج سكشن، راح اخذ جزء من عندها عند اي صينية معينة. قبل ما ابدي اشتغل واشرح، راح ابين لكم العملية التوازن اللي راح تصير عند التري، يعني عند الصواني الموجودة. شنو اقصد بعملية التوازن؟ هي توازن يصير بين البخار والسائل. داخل البرج التقطير قلنا يحتوي على عدة صواني، يحتوي على عدة صواني، هو هذا الباراميتر المهم اللي احنا راح ناخذه هسه بهاي المحاضرة والمحاضرات الجاية، هي حساب عدد هاي الصواني. ايش قد نحتاج عدد صواني في داخل برج التقطير؟ على الصينية مثل ما قلت لكم، فائدة الصواني هي عملية راح يصير على السطح عملية التماس ما بين السائل والبخار، ويصير بها عملية التبادل الحراري والتبادل الماس ترانسفير. موجود في داخل برج التقطير، قلنا هاي عدد الصواني. ايش راح يصير بها عملية التوازن كماتيريال بالانس او انرجي بالانس؟ قلنا عدد الصواني تبدأ من عدها من الأعلى إلى آخر صينية من الأسفل. لنأخذ صينية معينة، لنرفض هسه هذا الرسم الحربي. هاي الصينية، هذا هو برج التقطير. نأخذ هاي أي صينية، لنفرض هاي الصينية إيش قد عد رقمها 3. إيش راح يصير بيها؟ شلون نبدأ نحسب؟ اللي هو إيش راح يصير بهاي الصينية رقم 3 اللي هي عادة موجودة، نقول مثلا هنا راح يجي سائل، قلنا من الاعلى اللي هو من هو هذا اللي هو هذا ال نوت، راح يجي من الاعلى ويطلع من عندها ال. بعدين هسه اشير لكم على شنو عدد يعني الرموز مال الصينيه، رمز الصينيه. هاي الصينية رقم 3، هذا دا يجي من عندها L، دا ينزل هنا راح يخرج L من هاي الصينية، يدخل لها L ويخرج لها L. أما من الأسفل ايش يدخل لها؟ دا يصعد V vapor، ومن تطلع من الصينية أيضا ايش يطلع من عندها؟ V، صح؟ هاي الصينية رقم 3، هاي الصينية رقم 3 اللي دا احشي عليها، دا يدخل لها سائل. السائل من دا يجيها؟ من يا صينية، دا يدخل لها سائل من صينية ايش قد رقمها؟ 2. اذا الدخول مالتها ال الداخل من صينية رقم 2، صح؟ من الاعلى، قلنا يبدا العد من الاعلى 1 2 3، احنا دا نشتغل من الصينية رقم 3، يدخل لها من الاعلى سائل. هذا السائل مين جاي؟ جاي من الصينيه رقم 2، فاذا يدخل للصينيه رقم 3 هو سائل من الاعلى جاي من الصينيه رقم 2. اما السائل اللي يخرج من هاي الصينيه L، ايش قد رمزه؟ L 3، لانه هو خارج من الصينيه رقم 3، فال L الخارج هي يسمى من نفس الصينيه اللي يخرج من عندها. هذا ال L. نجي على الفيبر، الفيبر دا يدخل من عندها، دا يدخل إلها العفو V. منين جاي هذا الفيبر دا يدخل إلها؟ جاي من الصينية اللي هي بعدها، من الصينية تحتها هو دا يصعد لها الفيبر. الصينية تحتها هي صينية رقم 4، فدا يجيها N فيبر من صينية رقم 4. زين، اللي يدخل لها فيبر راح يطلع من عندها فيبر، من يا صينيه دي يطلع من صينيه رقم 3، اذا الخارج الفيبر الخارج هي من نفس الصينيه اللي انا قاعد اتحدث بها،
اللي هي في 3 فهذا في 3 اذا عرفنا بانه الليكويد والفيبر الان والاوت لازم احنا نعرف منين جاي ولازم نسمي قبل ما ادخل فلهذا بانه هسه راح اشتغل على المنطقه اللي هي مثل ما قلنا جزء من عدها اللي هي منطقه الركتيفاينج سكشن وايضا كل المنطقه مال الكوندنسر والريفلكس ريشيو فشلون راح ابدا لايجاد قيمه الماتيريال بالانس مالته والانرجي لنفرض بانه اخر صينيه موجوده بجزء الركتيفاينج اللي اخذه هو ان لنفرض ما لكم علاقة الآن هي الواحد سابقا لا لنفرض بأنه آخر صينية موجودة في مقطع ركتيفاينج ضمن هاي المنطقة اللي دا أشتغل عليها احتمال أكو صواني خارج هاي المنطقة ضمن الركتيفاينج لا أنا دا أحكي آخر صينية في داخل المنطقة اللي أنا أريد أشتغل بيها هي N أوكي فشلون أبدي أشتغل من أقول Total Material Balance ضمن هاي المنطقة أنا إيش عندي؟ عندي اللي داخل دا يدخل عندي شنو منه هذا أشرت عليه هذا دا يدخل للمنطقة هذا شنو دا يدخل من السهم دا يصعد معناتها فيبر والسهم دا ينزل دا يخرج من المنطقة معناتها شنو ليكويد وعندي هنا هذا طلاب انتبهوا هذا هو اللي خارج ايضا من هاي المنطقة فقط هذا الداخل اللي ثلاث اسهم اللي انا اشرتها شنو الان عندي؟ عندي بس سهم واحد اللي هو الفيبر دا يجي من الاسفل الفيبر دا يجي من الاسفل من يا صينية دا يجي من صينية ال VN زائد واحد VN زائد واحد لان قلنا اخر صينية ضمن المنطقة اللي دا اشتغل عليها هي N فالمنطقة اللي تجي فالصينية تجي وراها N زائد واحد اللي هي الصينية موجودة خارج المنطقة دا اشتغل عليها فالفي اللي دا يدخل للمنطقة هي جاي من الصينية رقمها N زائد واحد هذا فقط عندنا دا يدخل هذا الفيبر اما دا يخرج عندنا دا يخرج من عندها سهمين اللي هو ليكويد دا يخرج من عندها من هاي المنطقة سائل هذا السائل منين جاي؟ جاي من آخر صينية ضمن هاي المنطقة. هذا السائل اللي يخرج ضمن آخر صينية موجودة ضمن هاي المنطقة. واللي قلنا آخر صينية راح نعتبرها هي الN. فإذا هذا اللي يخرج هو من هو LN. أوكي؟ أكو شيء ثاني اللي يخرج هو الديستيلد اللي هو دائما D. اللي هو دائما D. هذا هو الأوفرال ماتيريال بالانس لهاي المنطقة. من اريد اشتغل الكومبوننت بالانس لهاي المنطقه نفس المعادله اللي ساعتها اللي اخذناها فقط اضرب كل كميه في الكومبوننت مالته فبما انه ال في ان زائد واحد هو فيبر فاضربه في الكومبوزيشن مالته واي ان زائد واحد الاوت قلنا ال ان زائد دي ال ال هو سائل فاضربه في الاكس ان والدي دائما نضربه في الاكس دي هذا الانرجي بالانس الكومبوننت ماتيريال بالانس الانرجي بالانس ايضا نرجع للاوفر اول ماتيريال بالانس الفي الداخل يساوي لنا ال ان زائد دي نفس الحاله كل كميه هالمره بما انه دا اشتغل انرجي بالانس راح اضربه في الانثالبي مالته والانثالبي يكون اما الكميه دا اشتغل عليها هي فيبر فاضربه انثالبي فيبر او اذا الكمية اللي انا دا اشتغل عليها هي ليكويد فاضربها في الانثالبي مالت الليكويد مثل ال L وال D هذا هو الانرجي زائدا ما انسى بانه المنطقة تحتوي على كوندنسر وبالتالي هذا الكوندنسر هي عملية تحويل الفيبر الى ليكويد لازم اخلي عندي حيصير عندي هيت لوز وبالتالي حيكون عندي الانرجي اوت اللي هي كيو سي هذا هي المعادلة رقم 8 راح للمنطقة العشوائية اللي احنا اخذناها اللي هي جزء من الركتيفاينج سكشن بالاضافة الى كل منطقة الكوندنسر زائدا للرفلكس نجي على هاي اخذناها بالركتيفاينج نجي على منطقة
أخرى راح نأخذها وين؟ اللي هي جزء نفس الشيء سوينا بالرتيفاين اللي بالأعلى راح نأخذها وين؟ بالأسفل اللي هي منطقة الستريبينج سكشن اللي هي هاي المنطقة. هاي المنطقة دا أشرها طلاب. هاي المنطقة الثالثة نفس الحالة طلاب. هاي المنطقة الثالثة نفس الحالة راح أخذ جزء من الستريبينج سكشن زائدا منطقة الريبويلر تدخل ضمن هاي المنطقة. هاي المنطقة إيش تحتوي؟ ألاحظ تحتوي على التري اللي موجود هنا. التري اللي موجود هاي التري M، هاي الصفيحة التري ما موجودة ضمن المنطقة دا أشتغل عليها، بس هي آخر تري موجود قبل ما أشتغل على هاي المنطقة. إذا هاي أنا ليش خليتها؟ على مود نعرف الداخل لهاي المنطقة من يجي. يجي من التري اللي رمزت لها M. هاي التري هي آخر تري كصفيحة كتري قبل ما أدخل المنطقة. أنا داخل المنطقة راح أشتغل عليها طلاب موجود أكو تري، بس يعني أخذتها ضمن المنطقة. هاي ما تدخل ضمن الحسابات، مو يعني بالإنرجي. أنا دا أشتغل إنرجي على المنطقة قلنا الثالثة اللي هي هاي. هاي فأنا أريد أعرف من أشتغل على المنطقة شنو المواد راح تدخل لها وشنو المواد راح تخرج لها. المواد راح تدخل لها اللي هي جاية من التري M، رمزت لها M آني. أي تري راح يجي وراء الM هي تكون داخل المنطقة اللي راح أشتغل عليها. أول تري داخل المنطقة راح أشتغل عليها شنو عددها؟ هي M زائد واحد، لأن قبلها أنا رمزت لها بالM اللي هي خارج المنطقة. شلون راح أبدي أشتغل؟ من الأوفر أول ماتيريال بالانس ضمن المنطقة رقم ثلاثة، يعني المنطقة رقم ثلاثة بالضبط اللي هي جزء من ال الستريبينج وكل الريبويلر. شنو اللي يدخل؟ دي يدخل فقط واحدة ستريم واحد اللي هو هذا. هذا هو دي يدخل، هذا دي يدخل للمنطقة. هذا دي يدخل منين جاي؟ جاي من تري M، جاي من تري M. وشلون دي يدخل؟ شنو شكله؟ شنو الطور مالته؟ ليكويد، لين دي ينزل للأسفل. فمعناتها اني توتال اوفر اول ماتيريال بالانس هو اللي يدخل عندي فقط هو ال L M. هذا اللي اشرته هسه ال M داش، هذا غير موضوع راح نشتغل عليه بعدين هسه ورا ما اخلص هالشرح. ليش قلت ال M داش؟ هو ال M هسه. فالداخل لهاي المنطقه هو ال M، زين. الخارج من هاي المنطقه وليش قلنا ال M؟ لأن هذا الـ من جاي من التري اللي موجودة قبل هاي المنطقة اللي هي رمزت لها M. الخارج عندنا 2 ستريم، عندنا هذا أول واحد هذا خارج، وعندنا هذا خارج هذا بالأسفل. ده يخرج من المنطقة وده اللحظة بالأعلى هو ده يخرج، فمعناتها فيبر. مين هذا الفيبر جاي؟ جاي من التري M زائد واحد، من التري ال في ام زائدا واحد. زائدا اللي يخرج منه اخر شيء اللي هي الباتوم اللي هو المتبقي اللي هو دبليو. زين قبل ما انتقل للكومبوننت ماتيريال بالانس، شنو هاي الداش؟ طلاب خلوها ببالكم هاي شنو الداش. ال ال اللي موجود هنا الاشرته، هذا ال ال داش هذا منين يجي في بعض الاحيان؟ وحتى الفي اللي هنا تتحول، الفي الموجودة هنا هي ترى مو نفسها الفي الموجودة ككمية، من دا احكي كمية يعني قيمة عددية. نجي على الـ اللي هو الأهم. هذا الـ اللي موجود هنا مثل ما أشرته منين يجي عادة؟ كمية السائل اللي دا تجي هي تجي من كمية اللي يدخل من الأعلى، لأنه الأعلى دا يدخل مو L، زائدا كمية الفيد، لأنه قلنا الفيد في بعض كل سائل، فاثنيناتهم راح يلتقون راح يكونوا لي LM داش كقيمة عددية.
نفرضها. اذا ال LM داش منين يجي؟ كمية السائل اللي موجود في الستريبنج سكشن، كمية السائل في الستريبنج سكشن عادة تجي من مصدرين. المصدر الاول من الفيد في حالة اذا كان الفيد يحتوي عندنا سائل، زائدا يجي من ال L اللي يدخل من اعلى الجهاز. فذولا يلتقون راح يكونون ال L الموجود في منطقة الستريبنج سكشن. فعرفتوا ليش L داش؟ فاذا كقيمة عددية ال L داش يختلف عن ال L نوت ويختلف عن ال L M. ال L داش M يختلف عن ال L نوت ويختلف عن ال L N ويختلف عن كمية الفيد. ال L M داش هو نتيجة نزول السائل من الأعلى زائدا الفيد، راح يلتقون يتكون عندي ال L M داش. نرجع على معادلة رقم 9 مثل ما أخذنا الـ Overall Material Balance، راح نسوي Component Material Balance. الـ Component Material Balance كل كمية أضربها في الـ Composition مالتها وحسب الـ Phase مالته. الكمية في حالة اللي دا أشتغل عليها مثل ما قلنا سابقا اللي شرحنا هسه كل ساعة دا أعيدها، الكمية لو كانت Vapor أضربها في الـ Composition اللي هو رمزه Y، الكمية لو كانت سائلة أضربها في الـ Composition مالته اللي هو X. هذا كل ما في الأمر. وشنو هو الواي وشنو هو الاكس؟ هي لمادة واحدة اللي هي مادة عالية التطاير، بس وين مكانها؟ من أقول اكس للفيد معناتها المادة اي موجودة بالفيد، من أقول اكس دي معناتها المادة موجودة بالديستليت، من أقول اكس ان معناتها الكومبوزيشن مال المادة اي موجود في التري الان او الام او الان زائد واحد او الان زائد عشرة وهكذا. او اقول ال XW معناتها المادة اي العالية التطاير موجودة في المتبقي في اسفل الجهاز. هذا هو ال Component Material Balance. نجي على اللي حصلنا، راح نحصل من عنده معادلة رقم 10. اما ال Energy Balance راح نحصل به معادلة رقم 11، ايضا نفس الحالة من ال Overall Material Balance اللي هو معادلة رقم 9 كل كمية اضربها في الانثالبي مالته، نفس الحالة مال Component. نجي على الانرجي، كل كميه اللي هي الان والاوت هالمره بالانرجي اضربها في الانثالبي، ونوع الانثالبي فيبر او ليكويد حسب نوع الكميه اللي انا اضربها، حسب الطور مال الكميه اللي انا اضربها به. الشيء المهم هنا، الشيء المهم هنا اللي راح معادله رقم 11 اكو في شيء اسمه كيو بي، وين موجود؟ بالان. كيو بي هذا شنو؟ هذا كمية الحرارة اللي نحتاجها لعملية تحويل السائل إلى بخار. الـ QP هي كمية الحرارة اللي نحتاجها لتحويل السائل إلى بخار، اللي هو وين موجود؟ اللي موجود في أسفل الجهاز اللي هو الريبويلر. هذا الريبويلر مثل ما قلنا هو جهاز المبادل حرارة تحويل السائل إلى بخار، وبالتالي مع طول إحنا نحتاجه معناته أحتاج إلى حرارة راح تدخل لنا، راح تدخل heat in this system، فمعناتها الQ راح تكون بالN. الQ معادلة رقم 11 راح تكون بالN، عكس الQC اللي بالكوندنسر بالأعلى. الQC هي عملية فقدان حيكون بالOut، بس هنا الQB هي عملية اكتساب السيستمات إلى حرارة على مود يتحول، فمعناتها أكو N فحرارة داخلة للنظام، فما أخلي الQB هي كمية الحرارة الداخلة الى النظام في مكان ال N. هذا هو المنطقة رقم 3 اللي احنا هسه حكينا عنها. هسه راح ناخذ طلاب، راح ناخذ المنطقة الرابعة. شنو هي المنطقة الرابعة؟ المنطقة الرابعة راح اشتغل، هي اهم شيء عندي، راح اشتغل موازنة مادة وطاقة على برج التقطير بصورة كاملة، اخذه كله بصورة كاملة. فاوفر اول ماتيريال بالانس انا شنو عندي؟ عندي فيد الداخل، فيد الداخل هذا الان اللي حيكون اف. شو يساوي لنا؟ عندي اوت راح يطلع من الاعلى، حيكون عندي من هو دي، زائدا الاوت راح يطلع من الاسفل حيكون عندي دبليو. وبالتالي المعادله رقم 12 هي تعبر لكم عن الاوفر اول ماتيريال بالانس لبرج التقطير بصوره كامله.
ال F يساوي لنا D زائد W. هاي معادلة رقم 12 هي معادلة عامة لإيجاد الـ overall material balance لكل جهاز التخطيط. من أريد أوجد الـ component material balance لهذا البرج بصورة عامة، نفس الحالة كل كمية أضربها في الـ composition مال المادة اللي أنا أريد أفصلها اللي هي المادة العالية التطاير. الـ F أضربها في الـ XF أو الـ ZF، هي نفس الشيء، حتى لو ترمزوا له الـ ZF هنا هو XF، هو أقصد به نسبة المادة أي اللي أنا أريد أفصلها عن الخليط في الفيد. شو يساوي لنا الخارج؟ D أضربها في الـ XD زائدا الخارج من الأسفل هو المتبقي W، فأضربها في نسبة المادة بالخارج من الأسفل. هذا Component Material Balance overall. اريد اشتغل على الانرجي بالانس الاوفر اول سيستم لكل برج التقطير. نفس الحاله اخذ الاوفر اول ماتيريال بالانس اضربه في كل كميه، اضربه في الانثالبي مالته، الاف اضربه في الانثالبي مالته، الدي اضربه في الانثالبي مالته، والدبليو اضربه في الانثالبي مالته. بالاضافه الى انه انا كسيستم عندي نوعين من الهيت ان واوت. النوع الاول دي يدخل لي حراره حتى يتبخر الليكويد، وين موجود؟ في اسفل الجهاز، هذا هيت ان فاخلي له كيوبي، واحتاج الى عمليه تحويل البخار الى سائل، فعمليه فقدان للحراره وين موجود؟ في اعلى الجهاز برج التقطير باستخدام الكوندنسر، راح يصير عندي فقدان لدرجة الحرارة وتحويل من طور إلى آخر من بخار إلى سائل، راح يصير عندي QC اللي هي عملية فقدان للحرارة، وأخليه في جهة الانرجي أوت. معادلة رقم 14 مثل ما تشوفون قدامكم هي معادلة overall energy balance في حالة إذا أريد أسوي موازنة على برج التقطير بصورة عامة. كل هاي المعادلات اللي أخذناها الـ 14 معادلة تقريبا تحل جبريا لإيجاد عدد الصواني النظرية في برج التقطير. هاي الـ 14 معادلة طبعا احنا ما نستخدم 14 معادلة، هي أهم ثلاث معادلات، آخر ثلاث معادلات هي لإيجاد عدد الصواني النظرية، أيضا النظرية في برج التقطير. من هنا وغادي راح نبدي شلون نحسب عدد هذه الصواني بالجزء الثاني من هذه المحاضرة. إن شاء الله طلاب تكونون قد استفاديتوا من المعلومات الموجودة في هذا الجزء الأول من المحاضرة الثانية من موضوع الديستيليشن كولوم. نستودعكم الله.